ابو محمد من مصر. ازيك يا ابو محمد؟ ابو محمد طارق الخولي بيقول الخلاف مع جماعة الاخوان كان خلاف وطني وليس سياسي. ده خبر موجود معايا. ايه رأيك يا استاذ يا ابو محمد؟ انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه بالخولي. انت بتقول 10 سنين انقلاب والكلام ده، صح؟ انقلاب؟ لا انا قلت انقلاب. انقلاب، انقلاب بتنجان. لا انقلاب دي جاي من الكلاب. لا انا قصدي انقلاب. المهم يعني هو لو انقلاب، ايه رايك في غزه اللي هي بتحتفل بيها؟ تحتفل بيك الغزه بتحتفل بالانقلاب اللي هي ثوره، يعني غزه العزه اللي انت بتقول عليها، وغزه 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 وقفوا مع غزه والكلام ده، بيحتفلوا ليه بالانقلاب؟ نفهم. عايز إيه؟ اعرف بس. ايوه نفهم ايه. لا طيب. مش هبقى. انت مش دلوقتي بتقول انقلاب وغزه واحنا ضد الغزويين وضد فلسطين وضد وضد وضد. والله يا ريس انت اللي داخل تقول ان انت ضد ومع وبيحتفل، وانا ما قلتش. لا انتوا، لا هو سؤال. احنا مين؟ هي. احنا مين بس؟ بالراحه بالراحه. انتوا كاخوان او انتوا كقناه؟ انا مش اخوان يا عم والله. بص 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 ابو انتو محمد، ابو محمد، ابو محمد صلي على النبي كده. استغفر بالله ولا اله الا الله. بص لا اله الا الله. مكملين دي مش قناه الاخوان المسلمين. تمام تمام. وانا مش اخوان مسلمين، والناس اللي شغاله هنا مش اخوان مسلمين. انا مصري زي زيك كده. تمام تمام. فعايز تكلمنا على الاساس ده على عيني وراس، تشرف. انما هتأدلجني وتقول لي انتوا الاخوان انا مالي يا عم؟ انا يا بسالك انت. بص بس يا ريس انا دلوقتي، انت معارض صح؟ انا دلوقتي انا ضد النظام ده لانه جاي من انقلاب عسكري. تمام تمام. لما يطلع طارق الخولي، انا بس بسالك، عايز استفيد منك. طارق الخولي بيقول لك الخلاف مع الاخوان خلاف وطني وليس سياسي. انت موافق على الكلام ده؟ هو خلاف كل حاجه. خلاف المتوقع سياسي وطني. طب الخلاف، طب يا ريس يا ابو محمد الخلاف مثلا مع سامي عنان والعميد قنصوة وهشام جنينة وعلاء عبد الفتاح واحمد تمام. شفيق، يا ترى خلاف وطني ولا خلاف سياسي برضو؟ هل سامي عنان واحمد قنصوة وكل الناس دي انتوا عايزينهم يقدموا نفسهم للرئاسه؟ يا ريس انا مش عايز حاجه، انا بسالك يا عم. اسمعني. طب انا اسمعني، هم مش دولك حكم، هيبقى حكم عسكري لو جم حكموا مصر. يا ريس يا ريس عشان ما نلفش على بعض كتير. اللي شايف نفسه، اللي شايف في نفسه الكفاءه يرشح نفسه والشعب يختار. تمام حلو. طيب حلو. دلوقتي انت حبست قنصوة وشفيق وعنان، يا ترى علشان خلاف سياسي ولا خلاف هو وطني؟ هو اولا دولك ما تحبسوش غير قنصوة. وقنصوة لا ما تحبسوش. احمد شفيق اتحبس فين؟ اتحددت اتشحن في طياره من الامارات واتحددت اقامته في فيلته. ده كلامكم يا احمد، ده كلامكم. كلام كلامكم انتم يا حبيبي، ده كلامه هو. يا عم محمد، ابو محمد الله يخليك، بس عشان يعني الضغط. هو انت اللي عايش في مصر ولا احنا؟ انت عايش في مصر. ما انا بقول لك انت، ما ممكن تبقى عايش ومش عارف حاجه. ماشي انت، لا انت مش عارف. البيضه بكام النهارده يا ابو محمد؟ يا عم انا ماشي، انا بكلمك. البيضه بكام؟ انت عايش في مصر؟ ما انت بتكلمك في الرئاسه، بتكلمني في البيضه. انت عايش في مصر؟ بتقول لي طب ثانيه واحده، انت دلوقتي بتقول لي مفيش انجازات ابو محمد. ماشي انت يا عم اسمعني. طيب سيبك من البيضه، انت دلوقتي. لا انا عايز اعرف البيضه بكام في مصر يا عم؟ البيضه في مصر بكام؟ ب 100 جنيه يا عم. ب 100 جنيه حلو كده، انت مرتاح ابو محمد؟ حلو. ده انت، ده انت راجل، ده انت عايش في مصر قوي يا ابو محمد. ايه ده؟ ده انا مش عارف اتكلم معاك يا راجل. ده انت عايش في مصر خالص؟ ده احنا مش عارفين حاجه وانت اللي عارف، وانت محتكر المعلومات الصح يا ابو محمد. يا عم ما تسمعني. طيب انا بكلمك، انا بكلمك في البيضه. إيه انا بكلمك في الرئاسه، اتكلمني في البيضه. طب ولا دلوقتي والدكتوره اللي اتداس عليها وماتت دي في مصر حصل ولا ما حصلش؟ الراجل اللي عمل كده بيتعاقب ولا مش هيتعاقب؟ فين اتعاقب؟ فين اتعاقب؟ فين اتعاقب؟ يبقى تابع وانت هتعرف هيتعاقب. يا ابو محمد، ابو محمد بص بقول لك بص انا بحب لما اتكلم مع ناس تبقى ناضج على مستوى الوطن. ماشي انا ناضج. انت ليه بتقاطعني؟ انا بقول انا مش بقاطعك، انت بتقول معلومه خاطئه. احمد شفيق تم تحديد اقامته. طب ممكن اقول معلومه؟ الفريق سامي عنان اتحددت اقامته واتحبس. العقيد قنصوة اتحبس. اي حد بيفكر في مصلحه البلد دي بيتحبس. حضرتك مش شايف ده عشان انت في مصر وانا بره، فانا غلطان؟ حضرتك اللي غلطان يا فندم. ممكن اتكلم؟ الامور ما بتتحسبش كده. شكرا ليك يا ابو محمد عشان خدت وقت اكتر من اللازم، يعني متشكرين جدا. انت مش كسر عنا يا اخي عشان تخش. ولا وهو مفيش حاجه اسمها هو كده. انا اللي عايش في مصر،
يعني بتحتكر الصح ما شاء الله. مش كده يا ابو محمد؟ الله يخليك.